السلام عليكم. لما جاء عمر عبد العزيز أرسل رسالة للحسن البصري فقال له اجمع لي في إيجاز بين أمري الدنيا والآخرة في كتاب. فالحسن البصري رد عليه وكتب له كلام من أروع ما يكون، ولو طبقناه أو طبقنا جزء منه في حياتنا هنرتاح جدا. الحسن البصري كتب له إيه؟ قال له إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة، والموت متوسط ونحن في أضغاط أحلام. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا دللت فارجع، وإذا ذنمت فاقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك، وإذا وقعت عينيك على صاحب ذنب فلا يقع في نفسك العزة وإنك خير منه. هو فتن وأنت برحمة الله نجوت، فادعو الله له بالهداية ولنفسك بالثبات. كلام جميل ورائع، ويخلينا نفكر في حاجات كتير تحس إن فعلا الدنيا كلها بقت في الأمور دي. إن أنت بتحاسب نفسك على طول، لما تحاسب نفسك هتتغير، هتبقى أفضل. لما تعمل حاجة غلط وتحاسب نفسك عليها هتلاقي نفسك أنت بقيت في مكان أحسن مع الوقت، لأن أنت على طول بتحاسب نفسك، عملت صح عملت غلط، الصح بزوده الغلط ببعد عنه. لكن لما بتغفل عن نفسك بتخسر، وبتخسر خسارة كبيرة، وده أغلب الناس اللي بتلاقيهم في غفلة، إذا كان مثلا ماشيين في طريق ضلال، أو ماشيين مثلا بيعملوا حاجة غلط، أو بيؤذوا الناس، أو بيتكلموا في أعراض الناس، أو بيشهدوا زور، أو حاجات كتير إلى ما لا نهاية. واللي يبص في العواقب، اللي تشوف لو انت عندك عواقب في حاجة، مثلا لو انا عملت مثلا موقف معين اشوف العواقب بتاعته ايه، انت بالنسبة لك هتنجو منها، لان انت عارف لو انا عملت مثلا كذا هيحصل لي كذا، لكل فعل رد فعل زي ما اتكلمنا قبل كده. ولو انت غفلت عن نفسك هتضل، هيبقى عندك ضلال كبير. وبعد كده من حلم غنم، ان انت يبقى عندك الحلم، الرأفة بالناس، ان انت ترتاح، ما تبقاش على طول عصبي، ما تتخانقش مع الناس، مش عشان انت قوي فتتشطر على الضعيف، او مش عشان واحد اقوى منك تشطر عليك فانت تشطر على الاقل منك. وبعد كده ومن خاف سلم، ان انت الخوف في حد ذاته ده مش شيء وحش، لو انت خفت ان انت تتأذي او خفت ان حاجة تحصل لك هتسلم من العواقب دي كلها. ومن اعتبر ابصر، ومن ابصر فهم، ان انت تعتبر من قصص الناس الكتير، ناس حصلت معهم مشاكل فانت بتعتبر منهم ومن اللي حصل لهم، فانت بتحمي نفسك وبتفهم. وبعد كده فاذا زللت فارجع، او لا عفوا، من فهم عالم، ومن عالم عمل، ان انت تفهم، لما تفهم هتعلم، ولما تعلم هتعمل الشيء عشان مثلا ما تقعش في الغلط. ولو انت رجعت، لو انت عملت حاجه غلط، وكلنا بنقع في اخطاء، ودي برضو مشكله الناس كتير بتقع فيها، يقول لك انا عمري ما غلط، او مثلا لو واحد وقع في غلط يفضل يكمل في الغلط يقول لك خلاص ربنا مش هيسامحني. لا، ربنا هيسامحك، بس ارجع اللي انت عملته ايا كان، مشيت مثلا لنص الطريق او ثلاث ارباع الطريق او حتى وصلت اخر الطريق، في مجال ان انت ترجع. طول ما انت حي وعايش في الدنيا دي هتقدر ترجع، بس اهم شيء ان انت تفهم عشان تعرف ترجع. ولو انت في حاجه مش عارفها، اللي هو الجهل، وده طبيعي ان انت ما تعرفش كل حاجة، انا ما اعرفش كل حاجة، فلازم اسأل الناس اللي عندهم خبرة، اسأل الناس الافضل مني، او اسأل الناس اللي عندهم العلم. لما اسأل هفهم وهرجع، لكن انا اسأل. ولو انت ندمت على حاجة ابعد عنها، زي مثلا الناس اللي بتندم ان هي مثلا بتشرب سجاير او مخدرات او بتندم عليها، طب وقفها بقى، يعني انت ندمت، الندم مش هينفع الندم من غير ان انت توقف الحاجة. الناس ساعات بتفضل ندمانة وبيفضلوا يكملوا في اللي هم فيه، وبيفضلوا في ندم في ندم. اسألك سؤال، كم مرة ندمت على حاجة وفضلت ماشي فيها وكملت فيها؟ وبعدين حاجة كمان، ان انت لو شفت واحد بيعمل حاجة غلط وانت ما بتعملش الغلط ده، وهنا بقى مدخل الشيطان لما بيجي يدخل لك يقول لك اللي هو انا احسن منه، زي الشيطان لما جه قالك انا خير منه، ان هو شاف نفسه ان هو احسن، ان هو اتخلق من نار وسيدنا ادم اتخلق من طين. فانت لو شفت حد بيعمل حاجه غلط احمد ربنا ان انت ما بتعملهاش، وادعي له ان ربنا يهديه، يمكن دعائك يكون خير ليه. لكن ما تلومش حد على انه بيعمل حاجه وتقول انا عمري ما عملت الشيء الفلاني دوت، انا عمري ما عملت الشيء الفلاني دوت، عشان ما تقعش في الغلط، وبعد كده ربنا يبتليك بحاجه اكبر او اقوى من الشخص التاني اللي وقع فيها.
اهم شيء في الدنيا دي ان انت تبقى حاطط الكلام ده قدام عينيك، لان انت لو حطيته قدام عينيك مش هتغتاب حد، مش هتتكلم في اعراض الناس، مش هتأذي حد، ومش هتأذي نفسك قبل كل شيء. فكر وافهم وتعلم. سلام.